عودة لكم مشاهدينا مع نهاية الشوط الأول من مباراة شباب الساحل وشباب الغزية بتقدم نادي شباب الساحل بنتيجة 2-0. شوط شبه مثالي لنادي شباب الساحل، بالمقابل شوط فيه الكثير من التخبط وعدم التنظيم لنادي شباب الغزية. رح نحكي أكثر مع الكابتن جمال بمجاية الشوط الأول. واضح أنه نادي شباب الساحل عامل درسه بشكل كتير منيح، بينما نادي شباب الغزية عم يلعب هيك مثل ما بقولوا خبطة عشواء. صراحة فريق شباب الساحل كل النقاط اللي تحذرنا منها واللي سألنا عنها قبل المباراة أجاب عليها، من ناحية التحضير الجيد للمباراة، من ناحية الجدية، من ناحية عارفين حالهم شو عم يعملوا، كم من تبديل تبادل المراكز، البرس العالي اللي عم يعملوا فريق شباب الساحل، وقدر ينهي أو يسجل مبكرا حوالي دقيقة 17، وكان هذا من خلال تبادل المراكز اللي بين عباس عطوي وداوودة وعباس عطوي يعني. صحيح، كثير أوقات شفنا عباس هو اللي عم ينطلق داوودة وبيلعب له، بهي الكرة قدر داوودة يرجع ويتبادل المراكز ويلعب، هذا تبادل المراكز كثير كان مفيد، وقدر عباس ينطلق ويسجل بكرة ذكية فوق. هناك تبادل مراكز، هناك تنويع باللعب، كل شيء عمله شباب الساحل اليوم. إن كان شفنا هدف عبر الأطراف ولا بالعمق، جهة اليسرى كانت عم تشتغل، جهة اليمنى كان عباس عطوي قريب من داوودة، كان في تفاهم كتير كبير بين هذا اللعبان، حتى محمد حمود شارك بالهدف الثاني. يمكن بينقص شغلة واحدة، هي اللعب بين الخطوط، يعني اللعب بين الخطوط، بين انا قصدي بين لاعبين الارتكاز ولاعبين الدفاع اللي بين الغزيه، لازم لاعب دائما، لانه عباس شفناه بالاول كان عم ينطلق خلف الدفاعات، بعدين صار يرجع لورا على الارتكاز يصنع اللعب من الخلف، لازم لاعب يتواجد دائما بين هيدي المنطقه بين الخطوط لحتى يقدر يستلم ويمرر. بالاضافه انه اذا بتلاحظ بدايه المباراه شباب الساحل كان عم يلعب كانه يعني صحيح داوودة على اليمين وكوراني على الشمال، بس كانوا عم يدبوا لجوا كثير، بعض الاحيان عم يكونوا ثلاث مهاجمين ليفتحوا مجال لزهير عبد الله او لمحمد حمود من الخلف على الاطراف يمشوا، وهيدا معناته انه الفريق عم يعمل ضغط عالي، زرك فريق الغزيه يضل بمنطقته، وهيدي يعني خطا ارتكبه فريق شباب الغزيه من ناحيه التنظيم الدفاعي. انت بدك تدافع، فيك تدافع، لكنه كان كثير راجع لورا، كثير كان بمنطقته، كان عم يدافع بمناطق خلفيه، متاخر صحيح. متاخر صحيح. جدا وقريب من منطقة مرمى، فكل كرة حتشكل عليه خطر، كان لازم يدفش فريق شباب الساحل لفوق أكثر لحتى يبعد الخطر عن مرمى. إلا أنه نادي شباب الساحل قدم شوط شبه مثالي، يعني هناك بعض الثغرات ولكن تعادل شبه مثالي، ولكن بنفس الوقت هناك ضعف بالمنافس اللي هو نادي شباب الغزية، إن كان بالتنظيم الدفاعي حتى أو بالأفراد. إن كان بالأفراد، إمكانيات الأفراد، يعني صحيح بالإمكانيات الأفراد. كواليتي اللاعبين عند نادي شباب الغزية واضح أنه منا كواليتي عالي، وتحديدا الأجانب، طبعا نص مباراة ما فينا نحدد، ما هي هذا من المد المطلوبة لتحكم، ولكن يعني هناك مؤشرات انه ما في جهود المطلوبة منا موجودة بنادي شباب الغزية. نحن بلبنان عندنا مشكلة بالوقت، بانتدابات متأخرة بالوقت وبالبادجت كمان يا اخي. بعض الاحيان اعطي المدرب فريق جاهز بنص بادج بس قبل بثلاث اشهر، احسن ما تطيب بدبل بادج باخر يومين او اخر جمعة، عامل الوقت كتير مهم هون. ليش نحن عم نحن شو حكينا إضافة شباب الساحل؟ بركي نحن عم نحكي عن نادي شباب الغزية، بس مخرجنا جورج خليل بيعرض الجوال، بنشوف الجوال نحن سوا وبنحكي عن نادي شباب الغزية وتحديدا عن تنظيمه الدفاعي. طبعا بلاحظ حتى من خلال الاهداف اللي عم تلاقيها بتشوف انه في اخطاء بالتنظيم الدفاعي، بالميلان بالخط الواحد، ما في تغطيه عبر الاطراف، يعني الظهير يجي يعمل العمق الدفاعي ليعمل الميلان باللاين، وفي شيء من الفوضى، في كثافة عددية لكونه في شيء فوضى، لدرجة انه سجلوا هدف بمرميهم، يعني هدف لانه في كثافة عددية لكونه في فوضى، والهدف الأول برأيي كان كثير مؤثر، ريح نادي شباب الساحل وسهل المباراة، سهل المباراة بأريحية كثير كبيرة، وصعب الأمور كثير على فريق شباب الغزية. نرجع شوي لنادي شباب الساحل، كنت عم بقوله عن شباب الساحل شو المطلوب بالشوط الثاني هلا؟ شباب الساحل أمن تقريبا ثلاث نقاط، أخطر نتيجة رشيد بالفوتبول هي 2-0، 2-0 يعني هي أخطر نتيجة. طبعا إذا كنت عم تلعب مع فريق ممكن يجاريك، ولو أنه غزية ضعيف لكنه نتيجة خطرة، ليه؟ لأنه بال1-0 أنت ممكن الفريق المنافس لخسران بضل متحفز، بقول لك بين لحظة ولحظة بسجل، بال2-0 بده يجازف، بده ينطلق الهجوم، فإذا ما توفق وسجل هدف، شو بنعرف بكرة القدم نحن؟ الهدف أسهل شيء يجي الهدف من بعد الهدف، عندما يعني بتسجل 2-1 فكتير سهلة
الجول الثاني يجي بيصير سريع. صحيح. مشان هيك شباب الساحل عليه انه يحافظ على نتيجه 2-0 بتعزيزها ل 3-0. طيب المؤشرات من خلال الشوط الاول عم نحكي نحن، طب هذه طبعا النتيجه هي خداعه مثل ما بيقولوا، ولكن من خلال شفته المؤشرات ومن خلال الفرص اللي عم نشوفها هلا حاليا، فرص نادي شباب الساحل والفرص القليله لنادي شباب الغزية، يمكن هناك فرصه واحده كانت يعني من تغطية دفاعيه خاطئه وصلت عليه. اي حاله بكره القدم اي جزئيه ممكن تغير لك مجرى المباراه، طرد لاعب، بنالتي، هدف بالخطا ممكن يخلي الغزية ينتعش وينتشي ويعود يرجع على جو المباراه والساحل يتردد ويقلق. فمشان هيك لا، ما في شيء مضمون بعالم كره القدم. عم تحكي ب 45 دقيقه، ما في شيء مضمون خاصة نحن نعرف بكرة القدم بالبدايات المباراة ببدايات الأشواط أول 5 دقائق وآخر 5 دقائق نسبة الأهداف كتير كبيرة، صعبين كتير كبيرة. فبالتالي لا، رغم الفوارق الفنية والجماعية والفردية وعلى مستوى يمكن يعود نادي شباب الغزية ممنوع بكرة القدم، ما في شيء مستحيل، ممنوع يطمن فريق شباب الساحل، لازم يكمل البرس العالي ولازم يزيد النتيجة. هو أمام فرصة ليزيد النتيجة، أمام منافس عم يمر بمشاكل هلأ وبأزمة قادر يحقق فيها كثير من الأهداف هذه المباراة. نادي شباب الغزية أجرى تبديل أنا حقيقة ما فهمته، هل هو تبديل بسبب الإصابة؟ أخرج أحمد مكي وأدخل هادي ماضي بالدقيقة تقريبا بأول أربعينات، يعني بالدقيقة 41-42. هذا تبديل غير مفهوم بالنسبة لي إذا كان اللاعب لا يعاني من إصابة، على يا اما انه عنده مشكله بدنيه او انه انا برايي هادي ماضي يبدو انه بيمتلك امكانيات دفاعيه اكثر من احمد مكي، يبدو ميوله التوقيت، عم بحكي عنه التوقيت. يعني جمال انت كنت مدرب، عندما المدرب بيلاقي خلل ما في شيء اسمه توقيت، ما في شيء اسمه والله المدرب بحط براسه بشوط الثاني ببدل او بدايه 65 ال 64 ما بيبدل و 66 ما بيبدل، في خلل بدك تتدخل لو اخر دقيقه من الشوط، اخر دقيقه من الشوط الاول. بعض الاحيان وقت ما بينزل لاعب بنهايه الشوط الاول بتكسر له حاجز الرهبه، خاصه اذا كان ما منه لاعب قبل وجديد بتكسر له حاجز الرهبه للشوط الثاني. يعني هلا بينزل هادي ماضي الشوط الثاني مرتاح، خلص كسر انه هو عم يلعب من الشوط الاول، عرفت علي كيف؟ واضح. بينزل بيعطي قدر، لعله انه عنده مزايا دفاعيه مقابل احمد مكي عنده مزايا هجوميه، فبده يحافظ على النتيجه وشاف في خلل بهذا المنطقه. ليش انا عم بقول لك انه رغم هيك كان في خلل عند شباب الساحل، انه منطقه بين الخطوط بين الارتكاز والدفاع فارغة. ما كانت كثير، كان في لعيبه عم تروح عم على احضان المدافعين، لكن ما حدا في لاعب عم يجي يسقط بين الخطوط ليقدر يستلم مرتاح ويسلم المباراه. اذا الافضليه لنادي شباب الساحل، وحتى ببدايه الشوط الثاني الافضليه لنادي شباب الساحل. بس ولكن شو المطلوب من نادي شباب الغزية على الرغم من كل امكانياته الضعيفه الفنيه او امكانيات اللاعبين الموجوده؟ اذا اردت ان تطاع فاطلب المستطاع. شو المطلوب حاليا؟ المطلوب انه يكون في اول شيء يطلع الفريق، ما عم بقول يهاجم لكنه يتجرأ اول شيء ينظم دفاع، تنظيم الدفاع تاعه بده يتغير، بده يتحسن، يطلع ما يدافع بمنطقته، لازم يطلع ولازم التنظيم الدفاع تاعه يكون يبدا من عند المهاجمين على دفاعات الساحل، ما يخليه يبني الكره صح، لانه الساحل عم يبني الكره مرتاح، عم يوصل على الثلث الثاني مرتاح. صحيح. لازم يضغط على المدافعين من هنيك، يحاول يقطع كرات ويحاول منها ينطلق ويشكل خطا. الاطراف في ضعف على الاطراف عند شباب الغزية، واضح الاطراف الخلفيه والاطراف الاماميه، هذا الموجود. يعني احنا ما كثير عندنا معرفه بالاحتياط اذا هن افضل من اللي عم يلعبوا، لكنه ضمن هذا الموجود لا شك انه في خاصه يعني المدافع اليمين والمدافع اليسار في تواضع بالمستوى من المدافعين خاصه على الاطراف. وبعتقد انه بشغل الغزية هون ليش عم بقول لك المهاجمين لازم يريحوا الدفاع بطريقتين، الفريق يطلع ما يقعد بالكره، والهجوم تحت يعمل برس عالي على فريق شباب الساحل، ما عنده شيء يخسره، يعمل برس عالي على شباب الساحل بمنطقته، بيحاول يقطع الكرات هناك، وهناك وقت ما بتلعب بمنطقه شباب الساحل ممكن كل شيء وارد، اذا قطعت كره ممكن الهجوم، اذا اجاك فاول طرد ضربه حره اوت بمنطقته بفيك من خلالها، يعني الضغط لازم يبلش بمناطق نادي شباب الساحل، ما يخلي لانه شباب الساحل عم يلعب بخفف ضغط عن مدافعينه وخط وسط. صراحه كثير شباب الساحل بناء من الخلف مرتاح باريحيه، وعم يطلع بالكره بشكل متدرج بالخطوط وعلى الاطراف، وعم يوصل على منطقه الغزية، هن قاعدين ورا وناطرينه غلط، انت عم تعزم الفريق كله لعندك. صح. انت روح لايه قدام، روح لايه قدام وحاول خفف على حالك، هيك خسران يعني ما في عنده حل، ولا النتيجه حتكبر والميلتين، وعلى الميلتين يمكن تكبر، بس حاول هيدي المحاوله انك انت تقلل، لكنه الساحل يبدو متفوق بكل المقاييس والمعايير. يعني
على كل الأحوال أنا بتشكرك كابتن، نلتقي بعد نهاية المباراة. ما ننتقل لزميلينا فارس كرم وشرب الكريم إلى غرفة التعليق لمتابعة مجريات الشوط الثاني من المباراة.